الحمد لله الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله والشكر لله شكرا شكرا الحمد لله والشكر لله المحمود بكل لسان والمعبود بحق في كل زمان ومكان وهو عظيم الشأن جل عن الأنداد والأضداد والأشباه والأمثال وهو إلهي وإلهكم الرب المتعال نعم الوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ففتح الله به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء وأقام به الملة العوجاء بأن عبدوا رب الأرض والسماء ورفعت لا إله إلا الله محمد رسول الله في أعلى العلياء على منهاج خاتم الرسل والأنبياء اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجز نبينا وأصحابه الكرام خير الجزاء اللهم صلي وسلم على محمد وآله وصحبه النجباء واحشرنا معهم في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب رحمة من عندك يا وهاب عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله للأولين ووصيته للآخرين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وما زلنا وإياكم مع حالي وأحوال أهل النار بعد أن ذكرنا أنهم يدخلون جهنم وهي لهم بئس المصير هذه جهنم هي سجن لهم إنا أعتدنا للكافرين جهنم حصيرا قال المفسرون حصيرا أي سجنا وقلنا أنها سجن لأهل النار مع ضيق المكان إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ضيق المكان مع عظم جهنم ضيق المكان وازدحام السكان ومختلف العذاب في الأشكال والألوان لهذا الله قال هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم للطاغين شر مآب طاغين هم الذين تمردوا على الله وعصوه وخرجوا عن طاعته وخالفوا رسله صلى الله عليه وسلم تسليما تمردوا على الله أكلوا من نعم الله وما شكروا الله بل كفروا لشر مآب أي شر المرجع وشر المنقلب فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون جهنم يصلونها أي يدخلونها وتحيط بهم من كل جانب وبئس المهاد هي فراشهم كما قال ربنا في آية أخرى لهم من تحتهم مهاد ومن فوقهم غواش فراشهم النار ولحافهم غطاؤهم النار نسأل الله السلام هذا فليذوقوه حميما وغساقا الآن بدأنا في أنواع العذاب لأهل النار بعدما دخلوا إلى النار هذا فليذوقوه حميما
أي ماء ساخنا بلغ منتهاه في الحر، كما قال ربنا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عجيب هذا الماء، لأنهم من شدة الحر يريدون أن يشربون، ونادوا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فلما تأتيهم هذه شدة، أي شدة العطش، ويريدون أن يشربوا، مع أن جواب أهل الجنة قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، الله يسقيهم في النار من النار، وسقوا ماء حميما. قال العلماء: هذا الحميم يأتي حينما يقترب إلى الجسم، اللحم يتساقط من شدة الحرارة والسخونة، وإذا أدخل في أجوافهم قطع أمعاءهم وخرج بسرعة من دبرهم، خرجت تلك الأمعاء، كأن الإنسان مصاب بهستيريا في بطنه، الأمعاء تتقطع وتتلاشى وتسقط من الدبر. انظروا لهذا العذاب. فقط نحن في الدنيا الآن حينما يمرض أحد في بطنه من الألم، كل بضع دقائق يحتاج إلى بيت الخلاء أعزكم الله، فكيف بحال أهل النار؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. انظروا لنوع آخر وشكل آخر من العذاب، هذا فليذوقوا حميما وغصاق. قال العلماء: الغصاق هو الماء البارد الذي بلغ منتهاه في البرودة من شدة الآلام. ونحن الآن في كندا، حينما يبرد الجو وتصير ناقص 40، أي تحت الصفر، كيف يكون حالنا؟ ما نستطيع أن نتحمل 5 دقائق خارج البيت مع لباسنا وأحوالنا، الناس تخاف. مرة رأيت شاب أعرفه، رأيته بأم عيني، خرج بقي 10 دقائق وجهه شبه انحرق، سبحان الله، من شدة البرودة، وأصبح يتألم 2 أو 3 أسابيع. فما بالكم غصاقا، أي في جهنم. ثم الله بين: وآخر من شكله أزواج. قال الحسن البصري وغيره من مفسرين: مختلف ألوان العذاب، الزمهرير والحميم والعقارب والتعابين، مختلف أنواع العذاب. ثم الله بين حال أهل النار: هذا فليذوقوا حميما وغساقا، وغساق وآخر من شكل أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. أهل النار كلما دخلت طائفة لا يسلم بعضهم على بعض، فقط يلعن بعضهم بعضا، كما قال ربنا: كلما دخلت أمة لعنت أختها. لماذا يتلاعنون؟ يتلاعنون لأنهم أصبحوا من أهل النار، وفي النار يكفر بعضهم بعضا ولا يسلم بعضهم على بعض، بخلاف أهل الجنة تحيتهم فيها سلام، سبحان الله. أما حال أهل النار كيف هي ثيابهم؟ الله بيّن: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، سبحان الله، لباسهم نار،
شربهم نار، طعامهم نار، سبحان الله، فراشهم نار، غطاؤهم نار. نسأل الله السلامة ونسأل الله مغفرة العزيز الغفار. أقول قولي هذا لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dear respected brothers, we are always in the different type of punishment in Jahannam, and we stop that Jahannam become jail for people and very tight. Now, how we gonna know the situation of these people of Jahannam? When the people enter Jahannam, Jahannam have carpet from fire, and they have blankets. If they want cover themselves, they cover themselves by fire. They gonna have clothes, but these clothes from fire. Allah say قطعت لهم ثياب. ثياب is the clothes from fire. When they become thirsty, they gonna ask for water. They call people of Jannat, please give us some little water of some food, we are thirsty. The people of Jannah, they say, Allah make haram the food of Jannah and water of Jannah for people of Jahannam. No one take anything. Allah give him drink in Jahannam, give him drink from fire. We call it Hamim. Like the volcan. You know the volcan, when the volcan make more than 3000 degree. This is, we call it himam in Arabic, but Jahannam more than that. When they drink, they cut it everything inside stomach, and this everything go very fast from outside, from their back. Subhanallah, you can't imagine. Allah say qatta amam, they cut it all the inside of the stomach. And subhanallah, Allah mentioned in Quran, opposite of the heating, opposite of the fire. In fire, there is cold. Hamiman wa ghassaq. Ghassaq, the ulama, the mufassirin, they say ghassaq also is one kind of type of punishment. Is more cold. When they become more hot, they won't stop this hot. Allah give him air more cold until they burn also. Cold burn him and fire burn him. Subhanallah. And you know, we are in Canada. When they become minus 40, minus, how we can go outside? No one. Sometimes we scare if you stay only 10 minutes there. And when the people of Jahannam enter, if one group come in again, the first group, they give la'nat to this next group. Why you coming to Jahannam? La'natullah alaykum. Allah give you la'na. But people of Jannah, everyone gives salam to the other. And also they start make takfir. People of Jahannam, inside Jahannam, they tell their friend, there is no friend there. If he see him, he see you are kafir. Cause of your kufr, you come in Jahannam like me. Subhanallah. We ask Allah to save us. Amen. This is the situation, little bit. If now anyone have mind, and he know this type of different punishment, he can do anything bad.
He's gonna work hardly to save himself and his family from Jahannam to Jannah. But the shaitan play with us, because shaitan gonna go fire. And we're gonna see what's gonna happen when people of Jahannam enter Jahannam and shaitan make minbar there. What they gonna tell them? We ask Allah to save us. Allahumma ya awal awalin, ya akhir al akhirin, ya dal quwwati al matin, ya rahim al masakin. اللهم صل وسلم على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم حرم جهنم علينا. اللهم حرمنا على جهنم. اللهم حرمنا على جهنم. اللهم حرمنا على جهنم. اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، نحن وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا في الله وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان. وصل اللهم وسلم على النبي العدنان، والحمد لله رب العالمين. آمين.